مرحبا بطلابنا الأعزاء من جديد. هذه الحصة تتعلق بتأليف محاكم ثاني درجة ومحكمة النقد المصدرة أمام هذه المحاكم، وهي تتمة للمحاضرة السابقة التي بدأنا فيها بحديث عن محاكم الدرجة الأولى والمصدرة أمامها. بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، محاكم الدرجة الثانية أو محاكم ثاني درجة هي محاكم استئناف، محاكم استئناف تجارية، ومحاكم استئناف إدارية. محاكم استئناف تعلو محاكم ابتدائية، محاكم استئناف تجارية تعلو محاكم تجارية، ومحاكم استئناف إدارية تعلو محاكم إدارية. بالنسبة لهذه المحاكم نبدأ بمحكمة الاستئناف. لماذا؟ لأن محكمة الاستئناف تعتبر هي صاحبة الولاية العامة إن شئت من القول، قياسا على المحكمة الابتدائية التي تعتبر صاحبة الولاية العامة بالنسبة لكافة القضاء ما لم ينص القانون على منح الاختصاص لجهات أو لمحكمة أخرى. محاكم الاستئناف أولا من حيث تأليفها، محاكم الاستئناف تتكون من جناحين على غرار المحاكم الابتدائية، هناك جناح الرئاسة وهناك جناح النيابة العامة. إذا بالنسبة للرئاسة، يرأس المحكمة الرئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ويكون إلى جانبه المستشارون لمحكمة الاستئناف، إلى جانب الغرف بالنسبة لهذه المحاكم محاكم الاستئناف، إضافة إلى كتاب الضبط. وعلى مستوى النيابة العامة يرأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وإلى جانبه نواب الوكيل العام وكتابة للنيابة العامة. ونعود الآن إلى تفصيل نوعا ما في هذه التشكيلة. فبالنسبة لجناح الرئاسة، المحكمة تتكون كما قلنا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يرأس المحكمة والذي يشرف على التسيير الإداري، وإلى جانبه هناك قضاة يسمون بالمستشارين، وهؤلاء المستشارون كما قلنا ينتظمون في إطار غرف، والغرف هي متعددة، غرفة مدنية، غرفة اجتماعية، غرفة عقارية، وكذلك في المادة الجمحية هناك غرفة الجناح الاستئنافية، هناك الغرفة الجمحية، هناك كذلك الغرف المتعلقة بالأحداث، فهناك مستشار للأحداث، هناك قاضي التحقيق يتعلق بالأحداث، ثم هناك غرفة الجناحية للأحداث، هناك غرفة الجناح الاستئنافية للأحداث، هناك غرفة الجنايات للأحداث، هناك غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث، هناك غرفة الجنايات، وهناك غرفة الجنايات الاستئنافية. إذن كما تلاحظون أعزائي الكرام أن هناك مجموعة من الهيئات التي تتكون منها محكمة الاستئناف. لماذا؟ لأنها تشمل كل ما يتعلق بمحاكم ابتدائية التي تدخل في دائرة اختصاصها. إذن الغرف هو نفس المبدأ الذي أشرنا إليه في ما يتعلق بعلاقة الغرف ببعضها في محاكم ابتدائية، أن الغرف الاستئنافية أنه يمكن لكل غرفة أن تدور في النزاع المتعلق بغرفة يعني أخرى ما لم يكن هناك بطبيعة الحال استئناف. فالمراحل هو أن الغرف في المادة التشريعية على وجه الخصوص أنها متعددة ومتنوعة، والغرف يعني بشكل عام في المادة الجمحية هناك غرفة غرفة الجناح الاستئنافية وهي التي تنظر بالأساس في يعني في يعني الأحكام التي صدرت على المحكمة الابتدائية في المادة الجمحية، هناك غرفة الجمحية التي تنظر في استئناف أوامر قانون التحقيق، وكذلك تنظر في بطلان إجراء التحقيق، تنظر في الإفراج الشرطي وكذلك وضع المراقبة القضائية، تنظر في بعض المخالفات التي يقوم بها ضابط من ضباط الشرطة القضائية، وهناك غرفة
يعني الجنايات، هناك الجنايات الابتدائية، وهذا مسألة مهمة جاءت بها قانون الإصالة الجنائية، جاء بها قانون الإصالة الجنائية في إطار التقاضي على درجتين. هناك غرفة جنائية ابتدائية والتي تتشكل من ثلاثة قضاة، وهناك غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة والتي تنظر في الاستئنافات المرفوعة بالفاتحة الصادرة عن غرفة الجنايات. ثم هناك ما يتعلق بقضاء الحدث، فهناك المستشار تخصص في الأحداث، هناك قاضي التحقيق المتعلق بالتحقيق في الجرائم التي يتم ارتكابها من طرف الأحداث على مستوى الجنايات على وجه الخصوص، ثم هناك الغرفة الجمحية للأحداث يعني التي تقوم بما تقوم به الغرفة الجمحية التي سبق ذكرها، ثم هناك غرفة الجنايات الأحداث، وهناك غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث. إذا هذا ما يتعلق بتأليف هذه المحاكم. فيما يتعلق بالمسطرة أمامها فليست فيها صعوبة على خلاف المحاكم الابتدائية، لأن المحاكم الابتدائية هي التي تشكل استثناء. أما القاعدة العامة بالنسبة للمحاكم الابتدائية، المحاكم التجارية والإدارية، محاكم استئناف تجارية، محاكم استئناف إدارية، وكذلك محكمة النقض، أن المسطرة كتابية، المسطرة بالقضاء الجماعي يعني لا تثير الإشكال، ولكن المحاكم الابتدائية هي وحدها التي تثير مثل هذه الإشكالات. لذلك في محاكم الاستئناف لا تثير أي إشكال المسطرة الكتابية، القضاء الجماعي، وفي الغالب أنه يتعين نصيب المحامي، لأن هذه درجة ثانية وينبغي الدفاع عن الحقوق لآخر مرة في الواقع والقانون. إذا لا بد من المحامي الذي يكون على دراية بالمساطر وبالإجراءات التي يمكنها أن تؤدي إلى الحصول على الحق من طرف صاحبه. إذا هذا ما يتعلق بمحكمة الاستئناف. فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية، أولا لا بد أن نشير إلى أن محاكم الاستئناف الإدارية تم إحداثها وإنشاؤها سنة 2006، ولكن في الفترة ما بين إحداث المحاكم الإدارية والفترة 2006 كانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى طبقا للمادة 45 و46 من قانون إحداث المحاكم الإدارية هي التي تنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية طيلة هذه الفترة. ولكن بعد 2006 تم إحداث محاكم الاستئناف الإدارية وأصبحت تنظر في هذه الاستئنافات. بطبيعة الحال أن محاكم الاستئناف الإدارية تتكون من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، من المستشارين، من الغرف، وكذلك من المفوض الملكي الذي يتم تعيينه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية باقتراح من الجمعية العمومية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. إذا هذه هي الخصوصيات التي تميز تأليف محاكم الاستئناف الإدارية. فيما يتعلق بالمسطرة أمامها كما سبق ذكره بالنسبة لمحاكم الاستئناف، أن المسطرة كتابية، أن المسطرة تكون يعني يكون فيها نصيب المحامي إلا إذا تعلق الأمر بطبيعة الحال بالإدارات، ثم أن القضاء يكون القضاء جماعيا بمعنى مكون تمت محكمة الاستئناف الإدارية ومكونة من ثلاثة مستشارين وليس من مستشار واحد. فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف التجارية، محاكم الاستئناف التجارية إنها أنشئت سنة 1997، ومحاكم الاستئناف التجارية نجد على أنها على غرار محاكم الاستئناف أنها تتكون من رئاسة ومن نيابة عامة. الرئاسة هناك الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، هناك المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية، وهناك الغرف بطبيعة الحال، وهناك إلى جانب ذلك كتابة الدرس. إضافة إلى ذلك هناك النيابة العامة التي يرأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية، وكذلك نواب الوكيل العام للملك، وكذلك كتابة للنيابة العامة. ونفس ما قلنا بالنسبة لمحاكم الاستئناف السريع على محاكم الاستئناف التجارية، بمعنى أن المسطرة تكون كتابية، وأن المسطرة تكون من حيث البت في القضاء يكون بقضاء جماعي، وكقاعدة عامة لا بد من تنصيب المحامي في هذا الإطار. إذا انطلاقا مما سبق يتبين على أن محاكم الدرجة الثانية يعني أنها تتقارب من حيث خصوصيتها باستثناء محكمة الاستئناف
الإدارية التي لا تتوفر على النيابة العامة، وإنما نجد بها مفوضا ملكيا كما سبق الإشارة إلى ذلك. الآن ننتقل إلى محكمة النقد. فبالنسبة لمحكمة النقد، محكمة النقد أولا هي محكمة القانون، وحينما نقول محكمة القانون فهي لا تنظر في الوقائع، وإنما تنظر فقط فيما له علاقة بتطبيق النصوص القانونية على الوقائع وعلى النوازل، عفوا على النوازل التي تعرض على المحاكم. وبالتالي قاضي أو قاضي النقد فهو لا يبحث في الوقائع، وإنما يبحث في تطبيق القانون. وهنا لابد من الإشارة إلى أن المجلس الأعلى سابقا إلى حدود 1893 كان له ما يسمى بحق التصدي. ماذا نقصد بحق التصدي؟ بمعنى أنه إذا كانت هناك بعض الأمور الواقعية لا تزال عالقة فإنه يقوم بتصدي، ولا حاجة بأن يقوم بإحالة الملف على المحكمة التي لم تطرق لذلك الجانب أو لم تثبت فيه. وهذا حق التصدي أثار مجموعة من النقاشات، ذلك أن عدد من المهتمين بمجال المسطرة وكذلك الممارسين لاحظوا على ان هذا يخرج المجلس الاعلى كمحكمه نقد بين قوسين كمحكمه قانون، انه يخرجه من اطاره الذي نجده في باقي القوانين المقارنه، بمعنى انه لا يستسر على ان يمت في مسائل واقعيه، لان الواقع والموضوع من اختصاص محاكم الموضوع. وبالتالي تم المصادقه 1986 من قبل مجلس النواب على إلغاء حق التصدي، وبالتالي دخل حيز التنفيذ في 1993. منذ 1993 لم يعد بمقدوري محكمة النقد، الآن مجلس الأعلى سابقا، لم يكن بمقدوري محكمة النقد وليس بمقدورها أن تبت في الجانب الواقعي، وإنما ينبغي أن تقتصر فقط على جانب القانون. وإذا ظهر على أن هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى البت فيجب أن تقوم بإحالة، وهذا ما ينص عليه الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى أنه تتم الإحالة على نفس المحكمة مكلفة أو يعني مؤلفة من هيئة أخرى، وهذا يكون استثناء، ولكن القاعدة أنه تحال إلى محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة التي طعن في حكمها، وبطبيعة الحال عليها أن تقوم بالالتزام بالنقطة القانونية وبالنقطة التي وبالقرار الذي اتخذته محكمة النقد في هذا الإحكام. إذن محكمة النقد في تركيبتها، أولاً أن محكمة النقد تتكون بدورها على غرار محاكم الاستئناف وعلى غرار المحاكم الابتدائية، وخلافا لمحاكم الإدارية ومحاكم السلف الإدارية. إذن محكمة النقد تتكون من رئاسة ومن نيابة عامة. رئاسة المحكمة محكمة النقد يرأسها الرئيس الأول لمحكمة النقد، إضافة إلى الرئيس الأول هناك رؤساء المرافق، وهناك المستشارون بمحكمة النقد، ثم هناك كتابة الضبط. وبالنسبة للنيابة العامة فهناك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، وهناك المحامون العامون الذين يكونون إلى جانب الوكيل العام، إضافة إلى كتابة للنيابة العامة. بطبيعة الحال أن مستشاري محكمة النقد وكذلك قضاة النيابة العامة لمحكمة النقد أنهم يتميزون بكونهم يتمتعون بخبرة وتجربة ويتوفرون على مسار طويل فيما يتعلق بالممارسة القضائية، وبالتالي لهذا أوكل إليهم المشرع أن يقوموا بالبت في مدى احترام المحاكم للقانون. لذلك فالهدف الأسمى من محكمة النقد أو الغاية التي ترمي إليها، هناك غايتان أساسيتان. الغاية الأولى كما قلنا وهي مراقبة محاكم الدنيا في مدى التزامها بالقانون. المسألة الثانية المهمة وهي أنها تعمل على توحيد الاجتهاد القضائي على مستوى المملكة، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين المحاكم في قضايا متقاربة متشابهة متماثلة، وبالتالي ينبغي أن يكون لدينا اجتهاد يسير في اتجاه واحد لكي لا يكون هناك مساس
بحقوق المتقاضين. وكما هو معلوم انه مساله توحيد الشيء القضائي مساله صعبه جدا. لماذا؟ لان مع الاسف انه بالنسبه لقانوننا المغربي انه يعتبر الاجتهاد القضائي وكذلك الى جانبه الاجتهاد الفقهي مصدرين تفسيريين وبالتالي لا يتم تعلم الالزام. ولكن اعتقد على انه على غرار ما نجده في فرنسا، رغم ان فرنسا تسير في هذا الاتجاه، ولكن مع ذلك تفتح المجال امام الاجتهاد القضائي لكي يقوم بالتاثير في التشريع ولكي يقوم بالتاثير يعني حتى الفقه يمكن ان يؤثر في النصوص القانونيه. وهذا ما لاحظنا حتى بالنسبه للمغرب والحمد لله، انه الان اصبح الفقه واصبح القضاء يتطلعان بدور اساسي ولو بطريقه غير مباشره احيانا في ان يتم يعني مراجعه بعض النصوص القانونيه لكي تصبح ملائمه للاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها ببلادنا. اذا محكمه النقد كما قلنا تتكون من هذين الجناحين، ومحكمه النقد من حيث المسار انها تختلف نسبيا عن باقي محاكم المرور. اولا هناك مسار كتابيه، ولكن المسطرة الكتابية تختلف عن المسطرة الكتابية بالنسبة للمحاكم التي ذكرنا قبل قليل، بمعنى أنه بالنسبة للمحاكم الموضوع هناك مسطرة كتابية عبارة عن مقال يقوم المحامي مقيد بأحد جداول هيئة المحامين بتقديمه وبتوقيعه، وبالتالي يكون مقبولا لدى المحكمة. ولكن أمام محكمة النقد فلا يكفي أن يكون من وقع ذلك المقال أو ما يسمى بتصريح النقد أو العريضة، عريضة النقد فيما بعد أو المذكرة التفصيلية، فينبغي أن يكون المحامي مقبولا للطرف أمام محكمة النقد، بمعنى أن يكون قد قضى في ممارسة مهنة المحاماة ما يزيد أو على الأقل 15 سنة. إذا هذه خاصية لا نجدها في باقي المحاكم. خاصية ثانية وهي أن يعني التشكيلة الجماعية، أن تعدد القضاة بالنسبة لمحكمة النقد، رغم أن المحاكم كما سبق ذكره في المحاضرة السابقة أن المحاكم التي يقتضي فيها المجتمع القضاء الجماعي تكون مشكلة بثلاثة قضاة. أما بالنسبة لمحكمة النقد فعلى الأقل يجب أن تكون مشكلة الهيئة من خمسة قضاة على الأقل، ويمكن أن تتشكل بكافة الغرف، علما أن محكمة النقد تتكون من ست غرف. هناك الغرفة المدنية التي تسمى بالغرفة الأولى، هناك الغرفة الاجتماعية، هناك الغرفة التجارية، هناك الغرفة الإدارية، هناك الغرفة الجنائية، وهناك الغرفة التجارية. إذا هذه الغرف الست هي التي تشكل محكمة النقد، وبالتالي كل محكمة أثناء حدثها في النزاع أو هيئة لابد أن تتشكل على الأقل من خمسة قضاة، ويمكن أن تتشكل من غرفتين ما يسمى بمسطرة الغرفتين، أو يمكن أن تتشكل من جميع الغرف ما يسمى بمسطرة الغرف المجتمعة إذا كانت طبيعة النزاع تقتضي أن تتدخل كافة الغرف في هذا النطاق. إذا كما قلنا أن القضاء الجماعي أمام محكمة النقد له صبغة خاصة. لماذا؟ لأنه لا يكفي أن تتشكل من ثلاثة مستشارين، وإنما على الأقل خمسة قضاة. الخاصية الثالثة التي تختلف فيها محكمة النقد عن باقي المحاكم الأخرى وهي ما يتعلق بالنيابة العامة. فالنيابة العامة حضور النيابة العامة يعتبر إلزاميا في جميع القضايا أمام محكمة النقد، وهذا على خلاف ما نجده بالنسبة للمحاكم الأخرى محاكم الموضوع. فمثلا بالنسبة للمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو محاكم التجارية أو غيرها، باستثناء المحاكم الإدارية بطبيعة الحال ومحاكم الاستئناف الإدارية التي لا تتوفر على محكمة أو على نيابة عامة، أن النيابة العامة وطبقا للفصول 6 7 8 تسعود من قانون المسطرة المدنية، أن النيابة العامة ليست طرفا أصليا مباشرا في القضايا أمام المحاكم الابتدائية خصوصا في المادة المدنية، لأنه ينبغي أن نميز بين المادة المدنية والمادة الزجرية. المادة الزجرية تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا، بل هي التي تحرك الدعوة العمومية، وهي التي تقوم بمراقبتها، وهي التي تسهر على سيرها، في حين انه في المحاكم او في الماده المدنيه، النيابه العامه اما ان تكون طرفا اصليا واما ان تكون طرفا منضما.
تكون طرفا اصليا اذا نص القانون على ان تكون كذلك، بمعنى مثلا القانون الجنسيه، مثلا الفصل الماده 3 من القانون او من مدونه الاسره التي تنص صراحه على ان النيابه العامه تعتبر طرفا اصليا في القضايا الرانيه الى تطبيق احكام مدونه الاسره. اذا فالنيابه العامه حينما تكون طرفا اصليا فلهذا المعنى، ما هو المعنى؟ هو ان حضورها يكون ميزانيا اولا، بمعنى اذا لم تكن حاضره بالجلسه فان مآل ذلك الحكم هو المطلق. ثانيا، ان النيابه العامه اذا كانت طرفا اصليا فهذا ماذا يعني؟ يعني على ان النيابه العامه تعتبر خصما، وبالتالي فإنه يجوز لها أن تمارس طرق طعن، وحينما نقول طرق طعن فهي تمارس على وجه الخصوص، تمارس استئناف لأنه لا يجوز لها أن تمارس التعرض لأن جميع الأحكام تكون حضورية وفي مواجهتها، تمارس الاستئناف وتمارس النقد يعني كطريقين أساسيين لأنهما أساسيان. لذلك فالنيابة العامة إذا كانت طرفا أصليا فهي تمارس طرق الطعن التي يسمح لها بها القانون، يسمح لها القانون بذلك. اما اذا كان طرفا منضما فانها لا يمكنها ان تمارس اولا طرق الطعن، وان حضورها ليس الزاميا، وانما يمكنها ان تقوم فقط بتقديم مستنتجاتها، ولا يؤثر عدم حضورها على سلامه الحكم، وانما يمكن ان نعتبر الحكم سليما وصحيحا. لماذا؟ لان حتى الحضور لا يؤتي لانها تعتبر طرفا منضم فقط وليست طرفا اصليا. كذلك من بين الخصوصيات التي تتميز بها محكمة النقد هو انه فيما يتعلق بتعيين يعني المستشار المقرر، لانه حينما نرجع الى الاسترا امام محاكم ابتدائيه وامام محاكم استئناف ومحاكم تجاريه ومحاكم استئناف تجاري وغيرها، نجد على انه رئيس المحكمه هو الذي يقوم بتعيين القاضي المقرر او المستشار المقرر. القاضي المقرر حينما يتعلق الامر بالقضاء الجماعي امام محاكم ابتدائيه، فبمجرد ما يتوصل رئيس المحكمه يقوم بتعيين القاضي المقرر الذي يقوم بتجهيز الملف عبر إجراءات التحقيق اللازمة لتكوين القناعة في ذلك الملف أو القضية. ولكن بالنسبة لمحكمة النقد فلا نجد هذا الأمر، وإنما الذي يقوم بتعيين المستشار المقرر هو رئيس الغرفة، بمعنى حينما يتوصل الرئيس الأول لمحكمة النقد بالملف فإنه في هذه الحالة يقوم بإحالته على رئيس الغرفة المالية، ورئيس الغرفة بطبيعة الحال أنه يقوم بتعيين المستشار المقرر. الخاصية كذلك، وإن كانت هذه الخاصية تشترك فيها محكمة النقد مع باقي المحاكم، لأنها كما قلنا تتكون من الغرف، ولكن مع ذلك فإن ذلك لا يعني أن الغرفة المعنية هي وحدها التي ستبت في النزاع الذي يعرض على المحكمة، وإنما يمكن لكافة الغرف أن تنظر في تلك القضايا أو تلك القضية التي عرضت على محكمة النقد. وبطبيعة الحال كما قلنا أنه أحيانا قد تساهم وقد تشارك كل الغرف في ذلك في تلك القضية، وهذا ما يؤدي إلى ما نسميه بالاجتهاد القضائي، بمعنى انه حينما تكون الغرف مجتمعه وتبت في نزاع معين فان ذلك ما يشكل اجتهادا قضائيا على مستوى الممارسه وعلى المستوى الفقهي. اذا فكخلاصه في هذا الاطار انه بالنسبه لمحكمه النقد لها مجموعه من الخصوصيات التي تميزها عن باقي المحاكم، وكما قلنا ان هذه الخاصيه انها محكمه قانون، ولكن مع ذلك يمكن احيانا لمحكمه النقد ان تمد باعتبارها محكمه واقع كما هو الشأن بالنسبه للماده الاداريه. ففي الماده الاداريه انه خلافا لما نجده، لانه في الماده المدنيه وفي الماده التجاريه تكون محكمه قانون، ولكن في الماده الاداريه تكون محكمه قانون وهذه هي القاعده، ولكن يمكن ان تكون محكمه للواقع، وذلك طبقا للفصل التاسع او الماده التاسعه من قانون المحاكم الاداريه الذي ينص على انه تبت محكمه النقد ابتدائيا وانتهائيا في قضيتين او في مسالتين اثنتين، الاولا
المقررات الفرضية والتنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة وزير الأول سابقا، وثانيا ما يتعلق بالقرارات التي تدخل في اختصاص السلطات الإدارية والتي تكون من حيث تنفيذها أنها تكون تتعدى دائرة محكمة إدارية واحدة، ففي هذه الحالة تعتبر محكمة النقد محكمة واقع، بل تعتبر محكمة أول درجة. أكثر من ذلك كذلك هناك بعض الحالات التي تثبت فيها محكمة النقد باعتبارها محكمة واقع ولكن كمحكمة درجة ثانية، فمثلا فيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص النوعي في المادة الإدارية المنصوص عليه في المادة 13 من قانون المحاكم الإدارية، نجد على أن محكمة النقد تعتبر محكمة ثاني درجة لأنه يستأنف ذلك أمام محكمة النقد. إذا هذه هي كل ما يمكن أن يقال وباختصار شديد بالنسبة لتأليفي والمسطرة أمام محاكم ثاني درجة ومحكمة النقد.